دكتور، طب هي ايه اقوى الجامعات في العالم لو حد عايز يعمل ماجستير في البيم؟ صار في كمية محترمة من الجامعات عم بتقدم دراسات بيم على مستوى الماسترز، واللي بعرفهم هن الأكثر. رحت جامعة أنا بعرف عنها، هي جامعة ميدلسكس، اسمها ميدلسكس في UK، اه ده عندها الدكتورة كانت ماسترز في دكتورة هناك، اه نهى نعم صليب. مصرية، اه مظبوط، تمام. نهى صليب. نعم، وبنصحك تعمل معها مقابلة. اه تمام ان شاء الله يا دكتور، انا بعت لها على لينكد ان، وان شاء الله هعمل معاها مقابلة ان شاء الله. نعم، هلا هي عندها مشروع، عندها الماسترز بموضوع البيم مانجمنت، والناس اللي بيحضروه هن بروفيشنالز، فهذا اللي عجبني بالموضوع. ومنظم ضمن مواضيع يعني استراتيجي ومانجمنت تكنيكال. في كمان جامعات اخرى باليو كي، في جزء كبير اكشولي من الجامعات صار عندها ايذر ماسترز ان بيم، وهيك بيسموه بيم، او يمكن يسموه كونستراكشن انوفيشن، او ممكن يسموه كونستراكشن تكنولوجي. بس بالنهايه جزء يعني في يمكن 5 أو 6 جامعات باليو كي عندهم ماسترز بموضوع قريب من البيم. بكندا في، باليو اس قليل، بس في حسب ما بعرف في جامعتين. باستراليا في جامعه واحده، ولكن اذا بتغير الاسم، يعني اذا ما بكون مفتش على كلمه بيم، ممكن تلاقي كثير ماسترز بكل انحاء العالم بعم يعلموا موضوع البيم، ولكن مش ضمن تايتل البيم.